السلام عليكم. الفيديو ديالنا او الخضر ديالنا اليوم غادي نشاركو معكم. انا قلت ليه تلفت صراحه ما عرفتش شنو ندير، كل نهار نقول لك بغينا شي حاجه خفيفه او قال لي الشيف كيف شد الارض. ايوا انت شديتي الارض وصورتي لنا الكراتان، داكشي اللي موجود عندي في الدار. قلت لي والله الطبقات ديال الكراتان المعجنات لي بوت بالدجاج والصلصه البيضاء بالطريقه ديالي، والشيف ملي جاب التيسير قلت له يدير لينا التقديم. صوبنا شي طبسي ديال التيسير. التيسير التقديم سهل واقتصادي طريقة باش ما يكونش التبذير ديال الفاكهة. يلا ثلاثة تبنات تهضر. الله شاركوا معنا الفيديو من الأول حتى الآخر باش تشوفوا الطبق. السلام عليكم. أول حاجة غادي نبدا بها باش نحضر هاد الكغاتان، أنا كنحاول ندير ديما وصفات سهلة وفي المتناول. طبعا عندي هنايا الدجاج، قطع ديال الدجاج اللي موجودين، انا عندي هنا طريفات ديال السدار وديال الفخذ، داكشي اللي موجود عندي في الدار. صراحه ملي كنتلفو خصنا نشوفو غير شنو، ملي كنتلفو خصنا نشدو الارض كي كيقولو. خديت دوك الشيء اللي عندي في الثلاجه، غادي دابا الدجاج غادي ندير لهم كراتان بالدجاج بالصلصه البيضاء والطريقه ديالي. طبعا عندي هنا جوج بصلات غادي نشلدو، غادي نشلدو ما يكونوش رقاق بزاف. حيت بغيت هاد الصلصة تكون فيها البصلة كتبان، نقدر نخليها غير شرائح ونقدر نشلدها رقيقة. نكمل نشلد بهاد الطريقة ونرجع لكم تكون البصلة مجبدة. بركة 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 انا شفت واحد شويه ديال الفرول، غندير واحد لاسيد دو فخ. هذاك هاد الكراب كنت عزيز عليا بلا تواجد في البيت. ها هو ها متاخر ليه هنايا، ها هو هاد المعرس ختي هنايا، ها هو غنصوبو به شي حاجة ان شاء الله. هاد الضروب انت هو راه زوين، انا كنت ملي كتحطو فيه واحد فيبان زوين التفصيل، وخصوصا دابا في العرضات في الولائم هو ما دير تمسيح عامر بالفواكه. خاصك يكون مقطع، تيجي متصعيب في التقطاع. شي كيبقى ربع تفاحه وشي مسيح كيبقى لك بيجو. مع هاد الطريقه اللي غادي يدير لكم الشيف اقتصاديه وكاين تكال تمسيح كلشي. تمسيح كلشي. يلا غادي تابعوا معنا، مابقاوش دير معنا الفيديو حتى الاخر. يلاه الله يعاونك يا خويا. انا غادي نبدا نشحك البصله حيت قلت لهم غادي ندير غير الدجاج والبصله. غادي نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا كل شيء عندكم. انا شعلت المقله، غادي ندير شويه الزيت الرومية وشويه الزيت العود كيف قال الشاف، نقتصدوا على زيت العود حيت راه غلات. نخليها تكون شويه عاد غادي نلوح البصله باش تشحل لينا. من بعد ما سخنات الزيت غادي نحط البصله ديالي.
انت معنا درت جوج بزاف كبار. من الاحسن نغطيوها باش دغيا تعرق ودغيا طيب لينا. هيا راه مازال ما طاحتش. هنا غادي نزيد 4 ديال الدريسات ديال الثومه محكوكه، وباش طيح لينا دغيا هاد البصله نديرو عليها شويه ديال الملحه. بسم الله. نخليوها طيح مزيان وندوز نبدا نقطع الدجاج. نخليها تبدا طيب وندوزو نقطع الدجاج. بسم الله. الدجاج غادي نقطعو قطع صغيرة نديرو مربعات. أنا راه كنحتفظ بيه في المجمد باش يجيني دغيا كيطيب، ملي نبغيو نستعملوه كيطيب دغيا. من الأحسن يكون عندكم الدجاج بيض. البصلة هي دبلات مبقاتش قاصحة. دابا غادي نزيد الدجاج. هاد سدير ديال الدجاج راه دغيا كيطيب، داكشي علاش انا بغيت البصلة طيب شوية عاد نزيد باش ما نفوتش ليه الدجاج. هنا غادي ندير التوابل لي سكينجبير، معلقة صغيرة عامرة، شوية ديال الخرطوم، شوية ديال البزار، وخصنا نديرو شي مونسيمات شي ربيع ولا شي إلا عندكم الحباك ولا الزعترة. أنا عندي هنا الزعترة يابسة، إلا كانت خضرة راه زوينة كتجي أحسن، إلا كانت طرية كتجي أحسن، حيت هاد الدجاج كيجي مع المونسيمات. حتى الزعتر ممكن ديرو. انا غادي درت الزعتره وغادي ندير شويه ديال القزبر والمعدنوس كذلك. انا غادي نزيد شويه ديال القزبر والمعدنوس، بالعكس هذا طبق خاص شويه بالمريخ، يعني غادي نزيد الماء. قبل ما نزيد الماء كنزيد واحد المعلقه ديال السمن الحار، كيعطي واحد البنه سبيسيال. جربوها على حسب. هما الدجاج غا دغيا كيطيب. أنا نزيد واحد الكاس ديال الما، حيت بغيت شويه ديال المرق باش نزيدو على المعجنات ديالي أو لي بات، باش يتنسمو المعجنات ميكونوش غير ناشفين. نغطي ونخلي الكل يطيب، غادي غير يغلى ويعاود صافي. هاد الدجاج ديالنا طاب، البصلة راه طابت من قبل، كلشي طيب. ملي كنقولو غراتان كنقولو لاصوص بيشاميل. دابا غادي نحدد معكم الطريقة ديالي، كنديرها سهلة ما كنعبرش. عندي هنا معيقة عامرة كبيرة ديال الزبدة، المهم القياس اللي درتو للزبدة نتوما نخليها تذوب. الزبدة ديالنا هي دابا بلا ما نعبر الدقيق، غادي نكب الدقيق الدقيق البيض من الفص ونبدا نحرك حتى تجمع ليا هاد الزبده، حتى تولي ليا عجين. الى شفت راسي كثرت كنعاود نزيد الزبده او الزيت، راه حتى الزيت العود او الزيت الرومي يقدروا يديروا بها البيشاميل. هادشي تقريبا غادي يخصو نص سيترو ديال الحليب. هانتوما كنعشتو ولات عجينة عندي، كنبدا ندي ونجيب غير شوية وصافي. غادي نطفي عليها العافية وعاد غادي نبدا نزيد الحليب تدريجيا. كنزيد هو الحليب عندي، هو ملي كنزيدو الحليب راه كتولي عجينة وكتجمع لينا. من الأحسن نطفيو العافية باش تحكمو فيها.
بعد الطريقه انا ما كتكورش ليا صلصه البيشاميل وكتحكم فيها، درت على الطريقه ديالي. درت القوام، نتوما كديروا طريقه اخرى. شفتوا انتما كتجمع وكنبدا نزيد الدقيقه بشويه الحليب بشويه بشويه. دابا كنحرك بالمعلقه، ولكن من بعد غادي نجيب الفوي باش تبدا يتحد ليا الخليط ديالي. غادي دابا غادي نبدا نزيد الحليب حتى ترخى هاد العجين. غادي نتصطاد دابا نوقف لان هذا خدام. نكمل معكم، هانتوما شوفو دابا ولات بحال الكريمة هاي، ما فيها لا حبيبات لا والو. دابا جبت الفوي، أو تكملو بالمعلقة إذا ما عندكمش الفوي. كنبدا نزيد وأنا كنحرك. هاد الطريقه اللي درتكم درت لكم كتجي ناجحه 100% وما كيكونوش الكويرات في الصلصه ديالنا، صلصه في البيشاميل. هاو كنزيد الحليب كلو، درت هنا 600 ملليلتر كانت عندي، ونقدر نزيد اكثر على حسب الاحتياج ديالي ديال الصلصه في البيشاميل. ولا لاحظتوا راه كنمشي من ندير الجناب هكا باش ما تبقاش العجينه تما. هنا غادي ندير هنا بالتوابل ديالي اللي هي غادي ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الكوزه. صلصه البيشاميل كتبغي الكوزه، واللي ما كيبغيهاش ممكن يستغنى عليها. كندير غير شي حتت شويه، لكن الكوزه كتجي زوينه مع صلصه البيشاميل. دابا غادي نشعل ليها ونبدا نحرك حتى تعقد ليا الصلصه. انا في نفس الوقت درت الماء يغلى ديال المعجن، كنطيب كلشي في خطره واحده. انتما عندي هما الدجاج ديالي راه كيطيب، الماء ديال المعجن حتى هو كيغلى، وصلصه البيشاميل انا خدامه فيها. في نفس الوقت نتلميت على هذاك الدجاج اللي ما غلاش، ما نوقفش على ثاني التحريك، نبقى نحرك ونبوظ الجناب حتى تعقد هاد الصلصة. هنا في هاد الصلصة راه ممكن نزيدو لها إضافات باش كتعطينا صلصة لخرين مختلفين. نقدرو نزيدو الكريمة الطرية المسوسة، نقدرو نزيدو الفرماج، نقدرو نزيدو البيض، على حسب الاحتياج ديالي. ونقدرو إلا كان عندي الحليب قليل نقدر نزيد من الماء ديال المعجنات فاش سلقوا لي بات ديالنا. صافي غادي نبدا نحرك حتى تعقد. شتا هو بدات تبويه لاصوص ديال هيا وعقدت، يا راه ملي كتجلس كتبرد كتعقد كثر. شتو صافي الصلصه ديالي هي واجده ونطفي ليها. شتو هذا الدجاج راه طاب، وانا بغيت هاد المريقه تكون هي باش نعاود نزيدها في لي بات باش يتنسمو ليا مزيان، ولكن ما تكونش كثيره. هادو تقريبا واحد الكاس ونص، والحيمه او الدجاج هو طاب دغيا طيطيب. نبركو بسم الله. واعر بنين. صافي دابا غادي نجبد المعجنات من الفرن. راه قر غلا قبيله وطفيت ليه حتى نوريه لكم. انا كضروري كندير فيه شويه ديال الملحه، الزيت ماشي ضروري. اللي هنا نقدروا نزيدوا واحد الضمه ديال البنه ديال الدجاج باش المعجنات ديالنا يشربوا البنه يكونوا بنان. كيبقى لكم الاختيار. الماء ها هو غلا، صافي غادي نكب لي الطاس ديالي. ونخليهم يطيبوا
تقريبا 5 ديال الدقيق، من بعد 5 حتى 6 ديال الدقيق صافي المعجنات راه طابو، ما خصناش نخليهم يطيبوا بزاف حتى يهروا. غادي نصفيهم، صفيتهم وغادي نعاود نرجعهم الكاسونه في الشطابو، وهنا غادي نعاود نزيد عليهم هذاك الدجاج، غادي نصفيه عليهم هذاك المرق، كلشي كنصفيه على الدجاج على المعجنات. علاش بغيت المعجنات؟ انهم يشربوا المرق، يتبننوا بالمرق ديال الدجاج، حيت دابا ما حدهم سخان اي سوائل زنه غادي يشربوهم. صافي المعجنات ديالنا هما شربوا المرق ديال الدجاج، دابا غادي نزيد لهم صلصه البيشام. السلام عليكم، هذا راه درنا الجاله دابا غير نقطر. صافي البصله صافي، دابا في الفران غادي يخصو غير واحد 10 ولا 15 باقي مازال. يا غير الكراتان، غير الكراتان. ايوا لا دابا الا كنصوبو ماشي بحال الا كنصوبو في الدار. كنصوبو في الدار غنضرب يا نصيبو، ولكن ملي كنبغيو نصورو لكم راه كيدي لينا بزاف ديال الوقت. ايوا بقينا الحق، المهم نتغطو مع العصر. غنقول لهم غير الحاجه اللي غادي نديرو في ساعه او نص ساعه، يعني راه تقريبا ساعتين ساعتين ونص، لان التصوير ماشي هو بحال الا كنطيبو عادي. اه هي الوصفه خفيفه تاهله، ولكن غير في التصوير اللي كيتشد لينا الوقت. صلصه البيشاميل غادي ندير النص ديالها هنا، نخلي واحد شويه اللي غادي ندير من الفوق. يلا كبروا الجزر، هضرنا الجزر صوت الضوء. تسمحوا لينا الصداع ديال الماكينه، خدمت الماكينه بالصابون باقي ما سبقش. نجيب حقا الكاميرا باش يقربوا لي على الجدار. شوف كيبان لكم كلشي هانتوما. غادي نحيد هذا ونجيبو لهنا باش يجي وحداتكم. صافي هانتوما البشاميل نزدها باش تعلك لينا، وداك المرق اللي زدت راه شربو شرب شرب. كنزيد حتى شويه ديال الفرماج يعطينا التعليكه من الداخل. وهنا بلا ما نصعب عليا الامور هذوك الحيمات غادي نزيدهم حتى هما هنايا باش يجيني ساهل بلا ما نبقى ندير طبقات. هانتوما الحيمات ديالي، نخلي واحد شويه الا بغيتو تزيد هكا هما نخلطو باش يجيو متساويين. ليه زدت شي حاجه يلقى فيها من كلشي. هنا الطبق ديال الكغاتان غادي ندهنو شويه بالزبده باش كيجيني ساهل الا غادي نهز سميتو الا بغيت نهز لي بورسيون او الحصص الا بغيت نهز منه كيجي ساهل. غادي ندهنو بشويه ديال الزبده، يمكن نكبو هانت تشوفو على تعليكه، شوفو على تعليكه. واو غير هاكا راه نقدرو ناكلو. غير هاكا راه شهي وبني. انا هادشي اللي كيبقى في الكاسرول ما كنخليش، حيت راه المرق والتعليكه ديال الفرماج. كنكبو كلشي على كيجي هكا احسن. وهنا نزيدو الكميه الباقيه ديال الفرماج. صافي غادي نسخن الفران على 200 درجه وندخل الكغاتان حتى يغليب الكغاتينه تقريبا 10 او 15 دقيقه، لان راه كلشي طايب خصو غير يعطينا داك الوجه ديالو اللي كيكون محمر. لا غادي دابا نعيط للشيف يصوب لينا داك التبصيل ديال الديسير. صافي الشيف وجدي لينا. صافي عاد سرويها وخذت واحد شويه ديال العنب، حيت العنب يمكنش نحلوه حبيبات مخوف ما بغيتش نطبقكم وصولي. غير هو واحد القضيه ديال الفروي، دابا هذا الفروي جديد. لا كاين هنا ولا ديالك انا خصني ديما نفكر في الشات.
باش يبقى يكون الصوت واضح. كما قلنا الفروي دائما ملي نشرو عمرنا ما نغسلوه، حيت إلا توصل سويت كونسوما هذا هو ما غسلناش حيت غادي يبقى محطوط، واللي كان ديما يعني الفروي اللي كان نخدمو به أو ناكلو هو اللي نغسلو. إيه تغسلو مع الكمية اللي حطيتها. الكمية أنا دابا درت واحد شوية كاع من بعد ما غسلتو درتو هنا في الوسط. اقتصادي دابا نتوما ها جوج ديال الشهدية غير شهدية وحدة هاهي غير وحدة صافي وواحد الخوخة أنا غادي نجي نقرب عندك ثم نقرب ليكم وهنا وحدة وحدة غير وحدة وحدة وكتحطو تبصيل هما وي غير الفروي ما تقطعوش رقيق بزاف كل خوخة كنقسمها على ستة هنا الكرموس مازال الكرموس نقدر ندير ليه بحال هكا بحال شي والله بطبيعة الحال ناخدو بحال البنان ما درناش حيت البنان ضهيت ياك حال حتى التفاح ياك مازال التفاح يدا ماشي مشكل معوي تدا البنات هاد الوقيتة راه ماشي ديال التفاح دابا صافي بركة دابا هنايا عندنا هاد دراغون لا هذا ما عنده واحد السمية هذا يمكن هذاك الحمر هو اللي دراغون هو دراغون هذا شوفوا هنا داير لا هاد الفواكه الآسيوية موجودة عندنا فوالا وفي الاطباق هكا كتزين كتجي المنظر منظر ديالها دابا لاحظتينا دابا هاد الفروسه حطينا هاد النوع ديال الفروي تاع داك اللي بغا ياكل منها تجي شويه صعيبه باش تنقيها وتصبر المهم حنا كنقطعو بحال هكا تيجينا ساهل والضياف ديالك كياكلو من كلشي هادي ياكلو من كلشي فوالا هذا هو لو دراغون هذا فيها جيدين هذا تيكون زوين تا هو زوين في الطعم وفي التقديم ديالو من طبيعة الحال ما غاديش نقشرو حتى كيهزو واحد اللي بياكلو عاد كيقشرو هادي مع كبيرة قسمتها على تمنية إلا كان الكيوي ولا كان الخوخ ملي كنقول مشماش ولا كشي المهم الفواكه اللي موجودة هاي الفروي كاين ونحطوه ونديرو دابا في التلاجة أو إلا بغينا كاع كنلوحو عليه شي حاجة ديال الكلاصو إلا كنا مزروبين بينا نحطو الصوب بلاص كنقدرو نوجدوه من قبل ونديرو عليه السلوفان ودار ليه السلوفان ويتحط في التلاجة مع الفروي راه كتعرفو تيخصو يتحط بارد الطبق ديالنا ديال الديسير او ديال الفواكه بطريقه سهله مختلفه اقتصاديه اقتصاديه هذا هو بطاب دوز الوقت الكافي تعطانا هاد اللون انا كنبغي نخلي واحد شويه يبرد باش ملي نقطعوه يجينا القطع اللي كنهزو يجيو متساويين ما يبداوش يتحلو لينا واللي كيبغي ياكلو سخون راه كيبقى ليه الاختيار هذا كاختيار شخصي الاحسن يبرد شويه يلا ندوزو دابا للتقديم صافي شديتي انت بلاصتك يلا علينا صافي الغديوة موجودة يلا تقطعينا لا تيري صوب تيري تقطع واش انا نجي قدام تتبارك الله عليك انا خاطري بسم الله الريحة كتعطي قطعة كاملة ولا غير واه انا غير قطعة باش نهز واحد البلاصة في التصوير ايه مباشرة معكم ها
هذا درت الطروفه مهورين مورا الغداء هذا ليه ليه حشمنا بسم الله ماشي هاد لي الزله الاولى اللي كنجيك شويه شويه بسم الله شوف 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 هذيك هذاك انا حط جو هذاك هذاك ما تصحى انتوما يلا طبق ديال الكراتان ديال لي بات بالدجاج والصلصه البيضاء ها الفرشيطة ديالها هكا تشرب هاتي صوبي وانا ندوق ورد عليا صوب عليا ما سخون راه حاول تخلي حتى شويه يبرد واه يلاه نجي كيشعل هذاك لا هذا دابا فاليدي تو صافي هكا توصل هكا سيدي يلاه اللي كيشعل اول مره يشاك في القناه كنقرع الجرس بصوت جميل حطوا اعجاب وحطوا تعليقات ديالكم حطوا هذه الوصفه سهله وسريعه داكشي اللي موجود عندكم في الدار اللي واحد يشد الارض يلاه بالصحه والراحه دابا تلقي لي التبصيل نديرو التقريب دابا صافي سالي وبلا تيجي تبدا التبصيل الفروي انتي حتي دابا البلا ديالك انتي والبلا ديال اللي صوبت انا الشفعه كنرجع كنعفك لا 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 ماشي دابا عاد غادي نبداو كلشي البلان انت سير قد قد يلا قول لي انت خلاص انا قدي انت انا كتقدمي كلشي انت انت المقدمه انت سير نقدمو بطريقه سهله واقتصاديه وحده وحده من الحاجه وحنا عمرنا التبسيط ديالنا ما نديروش باش ما يبقاش باش ما يبقاش تبديل عندنا شريط داكشي اللي يتفي كنقطعو في التبسيط ونحطوه يلا بالصحة والراحة دابا عاد غادي نقول لكم السلام عليكم.